اطلاقا. ما هو يعني انت اللي مضايقك انها بتبقى ازاي قدام الرجاله، انما قدام الستات مفيش مشكله. هي سلك، انا قلت هي سلكت طريقا لابد ان تلتزم به حرفيا، لا تميل يمين ولا تميل شمال، هذا طريق، ده مبدا. خلاص على لبسه من منطلق ايه؟ ان ده في اختلاط ما بين الرجاله، فالرجاله بتشوف. انا شايف، انا معترض على انه ليس هذا رداء شرعيا، علشان عندي شهاده من جهه ومؤسسه يقول ان اللبس ده شرعي، او ما اقول هو ده الشرعي. ده رقم واحد. اثنين، الا تزاحم الرجال في هذا المكان، لانه هو لبس شفاف وضيق ويظهر اكثر مما يخفي. نعم. فاذا كان ولا بد ان هي تنزل الميه، تنزل على شاطئ بعيد عن اعين الرجال، او تتفضل تروح حمام سباحه للسيدات فقط، وده متاح، متاح اما بفلوس ومتاح في قرى اخرى ببلاش اذا كان لابد ان تستمتع. انما تلبس ده ويبقى مفاتن جسمها باينه، وتقول لي الموبايل ده الشرعي، وتربطه بالاسلام، وتربطه بالتدين، وبعدين يبقى جسمها باين نصه، والمفاتن جسمها باينه، والتجسيم باين بوضوح شديد جدا، وترى ما لا تستطيع ان تراه في ظروفها العاديه، ودي تقول لي اللي ده لبس شرعي، هقول لك لا ما ينفعش. اللي لابسه بالكيلو دي صادقه مع نفسها، تقول لابسه بالكيلو تستحمى، واللي لابسه مليون من قطعه واحده هي صادقه مع ذاتها ومع فكرها ومع منهجها. ده لازم كل واحد يبقى صادق مع منهجه. فاكر الدكتوره الجامعيه اللي اولوا الدنيا وقعدوها علشان كانت لابسه مليون بكيني على البحر، وقالوا ازاي دكتوره جامعيه تلبس بكيني وازاي ما تلبسش ليه؟ هي بس المشكله بتاعتها اللي هي الدكتوره انها نزلتها على صفحتها، واتخذت نزلت على بس لو حد من الطلبه شاف صوره دكتوره بالبكيني على البحر، هل هتقعد تدافع عنها وتقول لي ده لباس البحر؟ طب ناخد شواهد بس، انا دي كذا شواهد في كله بلدي لا لا انا بيجي